جدا. انت مين؟ رد بقى. انا مجدي مكاوي ومش هرد، كلموني على الموبايل. الحقني يا مجدي، انا بموت. خالي مجدي، خالي يا مجدي، خالي الو يا خالي، يا خالي، يا خالي، رد يا خالي، رد يا خالي. انت جيت يا حبيبي. ايوه انا جيت يا خالي. قوم بقى، قوم هنجيب دكتور، قوم هتبقى كويس. يا دكتور قربك وابوك بيدعوني. لا مالكوش دعوه بيه، مالكوش دعوه بيه. ما تسمعش كلامهم، ما تسمعش كلامهم. ايش في ايدك تعبير؟ حضر يا رحمة نفسك. حضر يا حجب. لا يا خالي، لا لا يا خالي. النهاردة في ذكرى 40 لزميل المرحوم عزمي عبد الهادي، وزي ما عودنا انه سمعنا كلماته الجميلة لرتاح زملائه، فكتب رتاح لنفسه ووصانا ان اللي يقراها لحضراتكم ابن اخته الاستاذ مجدي. اتفضل يا استاذ مجدي. الف سلامة يا استاذ. الف سلامة يا استاذ مجدي. أنا آسف. لا مفيش حاجة. ألف سلامة يا أستاذ. اتفضل. متأسف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا زمايل عمري في الشركة، ماليش غير حبكم تركة، فآخر عمري وحداني ومالي من الدموع بركة. زمايل عمري في الرحلة بكل لغات الكون باي باي. أنا هنا هو في مكان أحلى وشايفكوا بتشتروا الترمار. ثانيا
مجدي حبيبي يا مغلبني، خد بالك من نفسك يا ابني. اياك يا ابن اختي ما تنجحش، ركز في الدنيا ما تسرحش. العمر عدى ولا لمحته، ابقوا افتكروني لو سمحتوا. اه يا امال اديكوا دفنتوا وروحتوا. وتقديرا لدور الاستاذ عزمي وتفانيه في العمل، قررت الشركه منح درع الشركه. شكرا. البقية في حياتي. حياتك الباقية. استنى يا مجدي، عايزة أقولك حاجة. مجدي، أنا عارفة أنك مجدي، خالك قال لي على كل حاجة يوم عيد ميلاده. أنا خبيت عنك موضوع الماجستير بتاعي عشان ما أحرجكش، بس خالك هو اللي طلب مني أني أقولك أنك بالنسبة لي حالة عشان أساعدك تخس وتتغير. وأنا متأكدة يا مجدي أنك لو عملت كده هتعمل كده عشان نفسك مش عشان حد تاني. مجدي، انت عايزني اقولك ايه؟ بحبك ويلا نتجوز واتفرج بقى على ولادي وهما بيتيتموا زي ما انا اتيتمت عشان امراض الدنيا اللي عند ابوهم بسبب وزنه. استنى هنا انا بكلمك. ولا اقولك روح يا مجدي، روح وبقلبس بقى هدومك بالعافيه، واصحى من صوت شخيرك وانت نايم، وانهج وانت بتلبس الشراب، وكل بسهولة براحتك. اتفضل.